ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بشخصيه ناجحه وشخصيه عربيه مصريه. حبيت ابدا الشخصيه دي عشان يبقى من مجتمعنا، من ثقافتنا، ويبقى حد احنا ممكن نكون لامسينه اكتر قبل ما نخش في الشخصيات العالميه. وهو فعلا ممكن يبقى من الشخصيات العالميه، بس هو حد بطابع عربي مصري. هو عنان الجلالي. الراجل ده صاحب سلسله فنادق هيلنان العالميه، عنده في الدنمارك، عنده في المانيا، عنده في السويد، عنده في مصر، وبالاخص في اسكندريه والقاهره وشرم الشيخ. ازاي بقى الراجل ده بدأ؟ الراجل ده بدأ من تحت الصفر، وقابله مشاكل نفسيه ومشاكل في التعليم ومشاكل في كل حاجه. الكلام ده كله على لسانه، بيقول في الثانويه العامه انا فشلت، فقالوا له انت فشلت جبت 70%؟ اقول لك لا لا لا، جبت 60%؟ برضه لا. طب جبت 50%؟ ما هي اقل حاجه في الفشل. قال لهم لا، ده انا سقطت كذا مره لحد ما اهلي بقوا شايفيني عبء، والمجتمع بقى شايفه عبء، خلاص انت فاشل، انت اتكتب عليك ان انت تبقى فاشل. فقرر يهرب بقى. فاول ما قرر يهرب قدم على فيزا للنمسا او فرنسا او روسيا وامريكا وعده دول تانية. فالنمسا من حظه اللي هي قبلته، وما قرر يسافر، سافر فيينا. فلما سافر فيينا بيقول ما كانش عندي اي مقامات، ولا عندي لغه، ولا عندي فلوس، ولا عندي اي حاجه، بس سافرت وخلاص، ودور على فنادق الشباب عشان الفلوس اللي كانت معايا دوب تقعده 5 6 ايام، بالكتير اسبوع، ومش عارف هياكل منين. وهو في فنادق الشباب كان بيشوف اي حاجه من الملاجئ عشان حتى بالفلوس دي يعرف ياكل، يعمل اي حاجه. ففي الاخر خالص حد عرض عليه اللي ممكن يشتغل في الجرايد. الجرايد هنا في اوروبا اللي انت بتمشي في الشارع وتروح عند البيت بيبقى فيه زي بوسطه كده بره، او صندوق فيه بوسطه بتحط الجرنان وتمشي، فما فيهوش اختلاط بالناس، وياخد مرتب كده صغير ممكن ياكله شويه. فبيقول في اوقات كنت باكل من الزباله، لحد ما حصل موقف صعب جدا في التوقيت ده، نكسة 67. بيقول وانا كنت بوزع الجرايد كنت بشوف الصفحه الاولى صوره الجنود وهي مقتوله وهي مهزومه في نكسة 67، فكان بيبكي بدل الدموع دم، بس لازم يشتغل وهيعمل ايه عشان يعرف ياكل. فبعد ما حصل ده كله مش لاقي اي حاجة وكان شبه متشرد، فالسفير في فيينا كلم اهله، كانوا عايزين يرجعوه مصر، لكن هو كان معاه فلوس يدوب تجيب له تذكرة للي يروح الدنمارك. فجاب تذكرة وراح الدنمارك عشان يبدأ يشتغل من هناك، ودي كانت بداية النجاح ليه. اول ما راح هناك ما كانش عارف برضه يشتغل ايه، فكان بيدور على اي حاجه تديله وجبه ياكلها في اليوم، وجبه واحده، بجانب ان هو يلاقي اي سكن حتى لو سرير قد كده. ففعلا لقى اوتيل هيديله الوجبه، وادوله غرفه صغيره فيها سرير واحد يدوب يعرف يحط يخش بالجنب كده، وقال ده بالنسبه لي كنت ساعتها حاسس ان انا ملك. بس حصل في الاوتيل ده يا جماعه موضوع صعب جدا، او موقف غيره 360 درجه. حصل في الموقف ده ايه؟ ان هم كانوا قاعدين في مطعم العاملين عشان ياكلوا، فساعتها في اليوم ده كان سمك، وهم بياكلوا السمك، فالسمك كله بيتقلى عادي جدا، فهو السمكه بتاعته كانت بتتحل اقل من دقيقه ويدوها له نص سوا، فقال له لا انا مش هعرف اكلها كده، سويها زي بقيه الناس. قال له ما نسويهاش زي بقيه الناس، انت كلب وخنزير تعرف تاكلها كده. ساعتها العنصريه في التوقيت ده كانت عاليه جدا في اوروبا، في التوقيت ده كان في نكسه 67، فهو حس بكرامته وجعاه قوي، فسال ايه هي اعلى وظيفه في الاوتيل الواحد ممكن يشتغلها. فساعتها عارف ان هي مدير عام، فهو كان ساعتها بيغسل صحون، فالموضوع صعب جدا، لازم يغسل صحون وما ينفعش يتعلم حاجه تانية، عشان غسيل الصحون ده اللي بياكله ومخليه عايش في غرفه صغيره. فبقى يشتغل 16 ساعه في اليوم غسيل الصحون، وبقى يشتغل ازاي يبقى جرسون ويتطور ويطلع ويطلع ويتدرج. وفعلا بقى يسيب اوتيل ويروح اوتيل وياخد وظيفه احسن، لحد ما بعد 4 سنين بالظبط بقى مدير عام لاوتيل من الاوتيلات. وبعد كده مع الوقت والتدرج وصل اللي هو يبقى مدير سلسله فنادق في الدنمارك. فساعتها هو بقى كان عنده 31 سنه، قال لا انا مش هشتغل، دي اعلى حاجه او اعلى حاجه في الكارير ده اللي انت تبقى مدير لسلسله فنادق. فهو ما كانش حابب الموضوع ده، حابب اللي هو خلاص بعد 67 هفضل شغال من 31 سنه ل 67 سنه نفس الكارير نفس الشغلانه لحد ما اطلع على المعاش، ما حبهاش. قال اللي هو لازم يبدا الشغل او الحاجه الخاصه بيه، فقرر ان هو يشتري اوتيل، بس ما كانش الفلوس اللي معاه تكفي، فكان عايز 20 مليون كرونه. فراح للبنك عشان يطلب ال 20 مليون كرونه. فساعتها البنك قال له احنا عايزين حاجتين، لا نضمن، كان شاري بيت صغير، لا تدينا الضمان البيت اللي عندك، لا اما حد يضمنك. طبعا حد يضمنه في التوقيت ده كان بيقول صعب جدا، ما فيش حد هيضمنه. وفي الحاجه الثانيه اللي هم قالوا نضمن البيت بتاعك او نرهن البيت بتاعك بضمان البيت يعني، قال لهم لا انا كنت جاي البلاد دي بدون مأوى، فالبيت ده هو اللي بيلمني، انا مش عارف الظروف بكره فيها ايه، بس انا سمعتي كذا كذا واسمي كذا كذا وممكن تسالوا عليا. وفعلا سالوا، بيقول بعد 30 ساعه وافقوا له على القرض، وخد القرض وبدا اول اوتيل صغير، لحد ما دلوقتي بقى الملياردير عنان الجلالي، بقى عنده سلسله فنادق هيلنان. اي حد ممكن يكتب على النت هيلنان فهتشوفوها، وده صاحبها
الملياردير المصري عنان الجلالي، ودي كانت أول شخصية النهاردة معانا. أشوفكم إن شاء الله في شخصية تانية بكرة. سلام عليكم.